البلاد تاعنا دخلت في هيجان لما تمست الطبقة الوسطى نتاعها تكسرت وعودناها بين بورجوازي كومبرادور رجل هنا ورجل هيه. نرجعوا الطبقة الوسطى، نرجعوا لها إمكانياتها، ونرجعوا لها النار ونقطعها، ونرجعوا لها الدور القيادي نتاعها في تثبيت الوطن. لا ستابيليتي دو بيي، ستابيليتي دو بيي تي ا سي جون لا. دونك فو بيي كوريكتومون لي جون، il faut que les salaires soient au niveau d'une économie كيما ليكونومي تاعنا اليوم راها طالعه. زيد في التزامات، لما قلت لكم هذه النتائج كلها نوصل لها ان شاء الله بالارقام الحقيقيه، تكون فيه دفعه ثانيه نتاع رفع المرتبات ورفع لان يعني احنا نعرف اليوم الانسان اللي يتقاضى 30,000 دينار معناتها ما ندير له، ولكن حتى لا نوسع التضخم وفار اتونسيون ا لانفلاسيون، لازم وباش ندافع على القدرة الشرائية نتاع المواطن ما فيهاش إلا الزيادة في المرتبات. لازم الزيادة هذيك ما تمشيش للجيب تاع واحد آخر اللي تاجر في المواد الغذائية ولا في هذه ولا في هذه. إذن نتحكم في الأسعار، والميكانيزمات اللي نتحكم بها في الأسعار كثيرة. لكن نغرق البلاد بالاستيراد، نغردها باش الأسعار تبقى في متناول العمال. إذن نراقب الأسعار، نراقب التضخم، نقوي القيمة تاع الدينار، ورانا بدينا اليوم الدينار ترفع ديجا ب 4.5%، قليل ولكن هذه البداية. مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، مهم رانا نتقدم ماناش نتوخر. وهذوما جر من إجراءات فعالة وميدانية اقتصادية، ما هو شعارات سياسية أو شعارات